هنروح مع حضراتكم سريعا إلى محافظة المنوفية وتحديدا في شبين الكوم. معانا مراسلنا باسم أبو العينين. يا باسم صباح الخير، إيه الأخبار عندك؟ المنوفية في أول أيام الاستحقاق الدستوري وهو انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، هذه الانتخابات التي تأتي على مدار 3 أيام للتصويت من قبل المصريين في الداخل هنا من 10، 11، 12 من الشهر الجاري، وذلك بعد تمام أو إتمام المصريين للتصويت في الخارج مطلع هذا الشهر. لدينا هنا في محافظة المنوفية والتي يصل تعداد سكانها إلى أكثر من 4,700,000 نسمة، لدينا الأصوات الصحيحة القابلة للتصويت والتي لها حق الاقتراع تصل إلى نحو 3 ملايين، قرابة 3 ملايين صوت في هذه المحافظة. هذه المحافظة التي تقع في الشرق من في الغرب من الدلتا المصرية، شمال غرب القاهرة، وعاصمتها شبين الكوم وأكبر مدنها مدينة السادات. ولدينا في هذه المحافظة 10 مدن و9 مراكز وحيين، وطبعا عدد الوحدات المحلية بهذه المحافظة تصل ل70 وحدة محلية وقروية، ولدينا ما يقرب من 3 ملايين مواطن كما ذكرت لهم الحق في التصويت. هنا في محافظة المنوفية لدينا 500 مقر انتخابي موزعة فيها 574 لجنة فرعية. نحن الآن في لجنة من لجان شبين الكوم، لجنة مدرسة الشهيد نقيب عبد الرحيم السرس، وهي مدرسة البنات سابقا في شبين الكوم. الأجواء بصفة عامة هنا، طبعا اللجنة فتحت أبوابها للمصوتين في تمام الساعة 9 صباحا بدون أي معوقات أو دون أي مشاكل، وبدأ دخول المصوتين الناخبين للإدلاء بأصواتهم. طبعا الأجواء في الخارج أجواء كرنفالية، المواطنون توفدوا على المقر منذ الصباح الباكر، طبعا كل على حسب ظروفه الشخصية، من يريد أن يأتي ليحتفل بهذا اليوم، ومن يريد أن يدلي بصوته في يعني بعيدا عن الزحام، أو من لديه أعمال يريد أن ينجز عملية التصويت قبل توجهه إلى أعماله الخاصة. لدينا تنظيم رائع في محيط المدرسة وفي الحقيقة في مدينة شبين الكوم بصفة عامة، يعني كان هناك تجول قبل الوصول إلى مقر المدرسة هذه اللجنة، وكان هناك تنظيم، وخصوصا المجهودات التي تبذلها الشرطة وخصوصا إدارة المرور في شبين الكوم، والتي نشرت سيارات الدوريات المكثفة لتسهيل حركة المرور يعني لتحسين حركة المرور وإحداث سيولة مرورية في النطاق حول اللجنة. ما زلنا متواصلين معكم عبر الساعة لتوصيل آخر المستجدات والصورة اللحظية للجنة الاقتراع، وعودة إليك. شكرا لك باسم، وبكل تأكيد هنتواصل معك على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية في شبين الكوم بالمنوفية.